عمل الحركه بين اللي حركه شبابيه وتدافع عن الشباب كاملين، تدافع عن الناس في ذي الوضع اللي صعيبه، اللي حد ابوه ما هو جنرال والله ما هو وزير والله ما هو روايه ما يقدر يشتغل، لا يتمرق من الجامعه، كل واحد يقبل شهادته من ذي الجامعه ويمرق منها، ما هو لا يجبر شقه لا يسوى شنو بالبساطه، ولا يجبر شيء يسوى شنو يكون يقعد عند ابوه جنرال والله ابوه وزير والله ابوه متوسط له، معناكم ياكم كاملين تصدوا عليه روايه وتمشوا كامل مع كفانه وتعودوا تماسك مع مريدين، ياك تعود ياك هذه الدوله تصلح شوي، بين الدوله ما تصلح يكون يعود فيها الشباب، وشباب يعود صالح يعود مولي واعي، واعي بحقوقه واعي بواجباته، حقوقه عنه يمرق وعنه يوقف وعنه يعتصم من اجل عنه تعود الدوله تعود صالحه، عن شاب عنه ينين قراه وتعب وذا كامل وعنده بات ومات واهله وذا كامل، عنه ياتو عنده في الحق عنه ياتو يشغل ويوظف وعنده الحق عنه يلقى تعليم عنه يجبر تعليم صالح وتعليم حقيقي، ما انه يقعد يتعب ويتعب اهله ويخلصوا عليه وكل شيء يتعبوا كامل ولا يقعد عنده شيء ما يخلصوا عليه، مع هذا يمرق يبقى هو في القهوه ما عنده حد يتوسط ولا شيء يسوي شنو، يبقى وقا بوتيك والله يبقى عليه حمار والله يبقى عليه شيء يسوي شنو، معناه بعد الشغله بعد اللي الناس اللي جات تعود تشتغل فيها كامل تعود مساويه بها وبعد ما هو جابرها، هذا هو اللي اشتري هو الشباب كامل ضرهم اياتهم يفهموه ويطلعوا ويمرقوا كاملين من اجل هاي الروايه، وشينا هون شباب بليده نعرفوا عن بليده بلد النخبه وبلد الناس المثقفه جينا نضرب عن ميوعاو رواية عنهم كاملين يمشوا في بليده واحد عنده تكاتف في اليدين من ليش عارف صبوا واحد من اللي تخرج والله تعبوا فيلو قد ايش بر مسابق كوا صالح له عنه اللي دخل وظيفه والله عنه يعد مسابقه عنه قد ينجح بقلمه ينجح بقلمه عنه اذا عاد يقرا وعاد يعرف شيء عنه ينجح ما انه عود يتعب ويقرا ويا كامل يقبل حمار وخر عود في زره ويش معاه المسيره ولا يعرف شيء يعود من جبال وساطه من ورا والله ايش يسوى شنو عنه يطلع يبقى هو هذا ندركم كاملين عقب الشباب تمرقوا معنا في روايه من ليش الوطن ومجلس تعرف تعرف وطنكم ما قد يتقدمكم بكم انتم ولا يتقدم بكم انتم لانكم اللي تمشوا كاملين وتعودوا كلكم قاضي مسؤوليته ماكم لاكم كم تم قاعد هاموا عن الدوله عنها لا تجيب له والله توظف والله تشقل والله تعدل ياك ما يتعدلوا لا يتعدلوا لان تشوفوا مارق طالب بحقه ودور طالبي منكم كاملين وشاركم هون اليوم حركه كفانه من اجل عاكم تنتسبوا لها في هذه المسيره من اجل عنا تقد الصبح عاكم تدافعوا عن حقوقكم وتدافعوا عن الوطن وتدافعوا عن ذكاء تعرفوا عن كل شيء طلع لك الاسعار طالعه في السماء والتوظيف ما هو خارق والناس ما يموتوا في المجاهر تراعوا فيهم ما خارق حد يتكلم عنهم زي لا يتكلم عنهم من الشباب نخبتوا منين نخبتوا هون في الجامعه معناك بياتكم تحركوا طالبيكم كاملين وراجي منكم وجيناكم هون من اجل عاكم تتحركوا معنا وتطلعوا معنا في المسيره وتمشوا معنا كاملين في كفانه من اجل عنا كان قدو الصبح كان قدو الوطن مرقوم من المزق اللي داخل فيه وكان نحن كاملين كان الصبح اذا جاء واحد الطب قد يداوى واذا تخرج الصبح قد يجبر تعليم صالح هذا مرق قد يجبر توظيف صالح هذا طالب منكم هذا مرق قدام جهودكم انتم ما يقدر يمرق جهود الناس اخرى معناك بصدق كاتفوا معنا وشو معنا